لوقا صح، 22/16 لغاية 23/1/22 12 وإنجيل يوحنا من 18 28 لآخر الأصحاح. من 30 مزامير معلم نماد والنبيات من الطباق طلعنا نعمل لنا وقام عليها شهود زور وكتب السم على ذاته وقام عليها شهود غور عما لم أعلم. سألوني جازوني بدل الخير الشر صارين علي بأسمائنا وهللويا. اللهم ادرك علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين سماع انجيلك المقدس واسم مشارك انجيل المعلم نعمل مكة البشيرة تنزل علينا امين. ولما كان الغد تشاور جميع رؤساء الكهنة وشوف الشعب على يسوع لكي يقتلوه فانصقوه وأخذوه وأسلموا إلى أبيه وانتصروا إليه. فنزل لما رأى يهوذا الذي أسلم قدينا الدم ورد 30 من فضل رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا إني قد أخطأت استلمت دما زكيا. فقالوا له ماذا علينا أبصر أنت؟ وطرح الفضة في الهيكل ومضى فخنق نفسه. هذا رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن يعلى في بيت القربان لأنها الثمن دائم. فتشاوروا وابتاعوا بها حقل الفخار مقبل الغرباء ولذلك ضاع اسم ذلك حقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل أخذ 30 الفضة سمى المسمى الذي سمنوه بنو إسرائيل دفعوه عن حقل الفخار كما أمر الرب. فوقف يسوع أمام الملك سأل الملك قائل أنت ملك اليهود؟ فقال يسوع لا هو أنت قل. وفي مكان الرؤساء كان الشيوخ يشتكون عليه من البشاير. فقال لا أبدا تسأل أنا تسمع كلمة يشهدون عليك فلم يغيبها عن كلمة واحدة حتى تعجب الواليين جدا ومجد الله دائما. هذا معلمنا من رؤوس البشير وقت علينا أمين. والوقت في الصباح بشر الرؤساء كان مع شيوخ الكتب المحفوظ كله وساق يسوع مضوا به ودفعوه إلى بيلاطس. سأله بيلاطس هل أنت ملك اليهود؟ أما هو فأجابه قائلا أنت قلت. وكان الرؤساء كان يشتكون عليه كثيرا. ثم سأله بيلاطس ثانية قائلا أما تجيب بشيء انظر كما يشكونك. أما يسوع فلم يعد يجيبه شيء حتى تعجب به لا تصل ما جرى دائما. وهذا معلمنا من ملك كل شيء من الطبقة النامي. ولكما كان النهار اجتمع شو الشعب ورسائل كان وكتبوا وادخلوا الى محفلهم قائلين ان كنت المسيح قل لنا. قال لهم فقال لهم ان كنت لكم لا تؤمنون وان سالتكم لا تكبوني ولا تضحكوني ولكن من الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين القدس قدرة الله. فقال الجميع فانت ابن الله. فقال لهم انتم تقولون اني انا هو. أما هم فقالوا ما حاجتنا إلى شهادة فإننا نحن قد سمعنا من فمه. فقام جميع جمهورهم وجاءوا بعد به إلى بيلاطس اتفقوا يشفقون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد أمتنا ويمنع أن تقدم الجزية لقيصر ويدعو أنه هو المسيح الملك. سأل بيلاطس قال أنت ملك اليهود؟ أما هو فأجاب قال أنت قلت. فقال بيلاطس وسأل كان وجمه أني لم أجد على هذا الرجل إلا وأما هو فكانوا يشددون وقال إنه يهلك الشعب إذا علم في اليهود كلها مبتدا من الجليل أو هناك. فلما سمع بلاط ذكر الجليل سأل هذا الرجل الجليلي ولما علم أنه من سلطنة هيرودس أرسل هيرودس كان في تلك الأيام في أورشليم. فلما رأى هيرودس يسوع فرح جدا لأنه من زمان طويل كان يشتهي يرى لسماع عنه أشياء كثيرة. كان يرجو أن يرى منه أي يسمع له فجعل يسأله كثيرا فلم يجبه شيئين. كان رسائل كان وكتب واقفين يشكونه بلا دعجة فازدرى هيرودس مع جنوده وهذا به والبس بالفيرا ورده الى بيلاطس. فصار بيلاطس ويريد الصديقان ما بعدهما في ذلك اليوم لانهما كان من قبل متعادين. والمجد لله دائما. وجاءوا بيسوع من عند قيافه من انجيل معلمنا ما يرحم بشير تم التبقت على نامي. وجاءوا بيسوع من عند قيافه الى داخل ايوه وكان سوق فلم يدخلوا الى دار الولايه لا يتنجسوا ان تنهوا عن اكل الفيس. فخرج بيلاطس اليهم وقال لهم اي شكايه تقدمونها على هذا الرجل؟ اجابوا وقالوا له لم يكن لو لم يكن هذا فاعل شر لما اسلمنا عليه. فقال لهم بيلاطس خذوها انتم محكوم عليه بحسب نفسكم. فقالوا له اليهود نحن لا يجوز لنا ان نقتل احدا ليتم قول يسوع الذي قال مشيرا الى اي ميتك اصبع يموت. ثم دخل بيلاطس الى ايضا الى دار الولايه ودعا يسوع. قال له انت ملك اليهود؟ اجاب يسوع قال من ساتر تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ فاجاب بيلاطس قال انا ايضا يهودي ان امتك ورؤساء الكهنه هم الذين اسلموك علي. فماذا فعلت؟ أجاب يسوع أنه ملك ياس من هذا العالم لو كانت كذلك لكان قدامي يجاهدون عني لكي لا أسلم إلى اليهود. والآن فأنا ملك ياس من هذا العالم. فقال له بيلاطس ملك إذا أنت؟ أجاب يسوع أنت قلت أني ملك وأن إني لهذا العمل قبلت لهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد الحق. وكل من هو من الحق يسمع صوته. فقال له بيلاطس ما هو الحق؟ قال هذا. فخرج إلى اليهود وقال لهم أنني لا أجد عله واحده في هذا الرجل وإن لكم معاد أن أترك لكم واحد في الصحراء تريدون أن أترك لكم ملك اليهود تصرفوا جميعا قائلا لا تقل هذا بل أترك براباس وكان براباس ليس.
الحمد لله دائما بلاطس حول الثقة اليهود.